مساء الخير، أنا دكتور شريف فاضل، رئيس قسم هندسة كمبيوتر في الأكاديمية شارتون برانش في القاهرة. أنا عايز أقول لكم بس بريف كده برزنتيشن على القسم. أول حاجة عايز أقول لكم إحنا مين. إحنا قسم هندسة كمبيوتر داخل كلية هندسة، وكلية هندسة ككل accredited من منظمة اسمها ABET في اليونايتد ستيتس. دي منظمة بتعمل accreditations لجامعات في العالم كله، في اليونايتد ستيتس والعالم كله، if they meet the standards of education specified by ABET. فنكون احنا accredited بمنظمة عالمية زي كده، دي حاجة تطمنك وفي نفس الوقت تسمح لك ان انت تشتغل في الجوب ماركت، في الشغل او في الجوبز specifically بيطلب ان الخريج بتاع جامعة يكون خريج جامعة accredited من ABET. في مصر مفيش غير الأكاديمية والAUC بس الأكريديتد from ABET. برضو احنا عندنا dual degree مع جامعة نورثهامبتون، لو انت عايز دي optional. ممكن تسجل في النظام بتاع نورثهامبتون عشان يطلع لك في الآخر شهادة من الأكاديمية ومن جامعة نورثهامبتون في UK في نفس الوقت. احنا بندرس التوبكس الاتيه. اول حاجه بندرس كمبيوتر هاردوير، ازاي نصمم من اول ديجيتال سيركتس بتتاثر على او بتتحكم في اشاره مرور لغايه كمبيوتر كامل. بنكتب برامج او رايت سوفت وير لكل البلاتفورمز المختلفه اللي موجوده. بنديزاين داتابيزز، نظم بيانات لكل المؤسسات المحتاجين كده. بنصمم الشبكات، بنعمل نتورك ديزاين لكل المؤسسات اللي محتاجة حاجة زي كده. وعندنا حوالي 5 كورسات نتوركينج في القسم، وبعد كده ممكن تاخدوا سيسكو سيرتيفيكيشن لو انتوا عايزين. بندرس امبيدد سيستمز، اللي هو ازاي بتحط كمبيوتر جوه حاجة تانية، وبرضه بندرس ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي، وداتا ساينس اللي هو علم البيانات. داتا ساينس ازاي بنستخرج معلومات من داتا كتيرة. ليه تجوين القسم عندنا؟ because we are the future، احنا المستقبل، الكمبيوتر هو المستقبل. وتبقى عشان نبقى صراحة مع بعض، المستقبل بدأ من دلوقتي، the future is now. من ساعة لما حصل الكورونا فيروس، المشكلة بتاعت الكورونا فيروس بانديميك دي، والتحويل الرقمي اللي في العالم كله ابتدى يشد او يعني يحصل بشدة اكتر من الاول. احنا كنا قبل كده كان في تحويل رقمي شغال، بس دلوقتي البيس او السرعة ان احنا نتحول لحاجات رقمية ورك فروم هوم كتيرة. انتوا شايفين ان انا حاطط لكم شوية اكزامبلز، مش هقولهم كلهم، بس انتوا عارفين ان الفيديو ميتنج زي زوم ومايكروسوفت تيمز والكوميونيكيشن زي الواتساب والسلاك احنا اللي بنعملها. ده بالاضافة للحاجات التانية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا زي سوق وجوميا وانستا شوب عشان نشتري، او كريم اوبر عشان نروح لحتة، او الفيديو جيمز اللي بنلعبها، او نتفليكس اللي بنتفرج عليها. معظم الحاجات الموجودة دلوقتي هي كمبيوتر بيست. احنا المستقبل يا جماعة، بينا زي اليوتيليتي، زي المية والكهرباء، اللي بقيت شغل كله. اي حد عايز يشتغل دلوقتي والنيد كمبيوتر. مش زاد ان في شركات كبيرة زي ما انتوا شفتوا قالوا هتخلي الناس تشتغل من البيت فور ايفر، مدى الحياة، مش هيرجعوا المكتب تاني. عشان يقدروا يعملوا كده محتاجين سوفت وير سيستمز، واحنا اللي هنكتب السوفت وير سيستمز دي كقسم تعليمي. تمام، ايه اللي موجود في بقية البرزنتيشن؟ هيبقى في 3 حاجات هنتفرج عليها مع بعض. أول حاجة شوية سيشنز احنا عملناها للطلبة السنة دي عشان الطلبة تتعرف على الصناعة، هنوريكم شوية صور منها. هنوريكم بعد كده شوية سامبل سوفت وير اند هارد وير بروجكتس الطلبة عملوها عشان تشوفوا الطلبة بتعمل ايه في القسم. وفي الآخر خالص هنوريكم شوية ايمجز تفرجكم ان احنا مش كله شغل، بنعمل برضو حاجات للتسلية. شكرا يا جماعة، وأتمنى تلتحقوا معانا في القسم في أقرب وقت ممكن.
شمال يمين ورا قدام شمال اقف ورا يمين اقف